بالأيام العادية كتير سهل إنك توقع بفخ الأخبار المزيفة، فكيف لما يكون بلدك عم يشهد ثورة مع زحمة الأخبار المتداولة على الفيسبوك، تويتر وإنستغرام وعلى رأسهم كلهم واتساب؟ كيف فيك تعرف إذا آخر مسج وصلتك أو آخر بوست شفته مزبوط أو مفبرك؟ هالفيديو رح أعلمك 5 طرق فيك تكشف فيها على الأخبار المزيفة بأوقات المظاهرات والثورات. أولاً، جوجل صديقك. بس يوصلك أي خبر حطه على جوجل وعمل شوية بحث. خلينا ناخد مثل هيدا البوست اللي شفته على الفيسبوك. بالبوست تظهر جينيفر لوبيز حامل العلم اللبناني بحفلة إلى بدبي وكأنها متضامنة مع الثورة، ومنضاف للصورة كابشن كلهم يعني كلهم، ومتداول 2000 شخص هيدا البوست. طيب شو لازم تعمل بس تشوف هيك بوست؟ قبل ما روح على جوجل أنا بفتح الصور وبعمل زوم إن وبجرب فتش على شي علامة أو ووتر مارك، بهالطريقة بقدر حدد مصدر الصورة. لهيدا البوست إذا بتعمل زوم إن على الصورة بتشوف علامة البيروتينج، معناها بفتح جوجل وبكتب جينيفر لوبيز بيروتينج ليبانيز فلاج. قبل ما يطلع لي المصدر الأساسي للصورة وهو موقع بيروتينج، لقيت إنه في مقال بمدونة بعنوان جينيفر لوبيز ترفع علم لبنان في حفل لها في دبي، معناها الخبر صحيح، لكن التحقيق ما خلص هون. يعني إذا بتطلع على تاريخ النشر اللي هو 22 نوفمبر 2012 تتأكد إنه الخبر قديم وما له علاقة بالثورة اللبنانية الحالية، معناها الخبر مفبرك. نصيحة إضافية، لما تستخدم جوجل ضغط على زر النيوز، لأنه هيدا الاسم على جوجل بجيب لك من مواقع الأخبار، مش شرط المواقع اللي بتظهر لك تكون موثوقة. وجودها على الإنترنت ما بيعني إنها صحيحة، ولكن بتكون هيك عرفت مصدر الخبر. ثانياً، البحث عن الصورة الأصلية. جوجل كمان بيساعدك إنك تلاقي الصورة بطريقة عكسية، يعني بدل ما تدور عن معلومة من خلال كتابة كلمات معينة فيك تحمل صورة وتبحث عن مصدرها باستخدام جوجل إيمجز. كيف بتستعمل هالخاصية؟ تدخل على images.google.com، بعدها ضغط على Upload an image وحمل الصورة يلي بدك، وبعدها شوف النتائج اللي بتظهر لك. ثالثاً، عالم السكرين شوتس. نشر سكرين شوتس أو صورة شاشة الموبايل وسيلة خطيرة لنشر الأخبار المزيفة، لأنه من النظر الأولى السكرين شوت بتبين حقيقية، لكن كتير بيصير في تلاعب بالسكرين شوتس. من مجرد أخذ صورة للشاشة تقدر تحطها على الفوتوشوب وتتلاعب فيها. نصيحة، إذا مبين الخط المكتوب فيه البوست غير عادي وجديد، احتمال كمان يكون مفبرك. رابعاً، ما توقع بفخ سرعة النشر. إذا وصلك مسج وبآخره مكتوب رجاء النشر، انتبه واتبع الخطوات اللي ذكرناها. خد نفس عميق قبل ما تنشر أو تغرد عن أي خبر. ما تنشر الخبر إذا صعب عليك تتأكد من صحته، أو إذا بدك تنشره انشره مع تعليق إنك مش عارف المصدر. على الواتساب إذا شفت علامة الفورورد تعرف إنه المرسل منه صاحب المعلومة وهو ناقلها بس. ملاحظة مهمة، إنه إذا وصلك نفس الخبر من أكثر من شخص، هيدا الشيء ما بيثبت مصداقية الموضوع، بس لأنه منشور وين ما كان ما بيعني إنه صحيح. آخر نصيحة بالخانة، إذا اكتشفت إنه الخبر مفبرك واجب عليك إنك توقفه. كيف؟ علق على المنشور اللي بتشوفه صحح المعلومات. لازم تنشر المعلومات الصحيحة لحتى تحارب المعلومات المفبركة. إذا شخص بعت لك شيء تبين لك إنه مفبرك، ما تترك الموضوع إلا ما تعلق عليه وتقول لصاحب الخبر إنه مزيف. وأخيراً، خليك واعي ومطلع. لازم تعرف إنه للأسف في مواقع إلى أجندة واضحة ببين هالشي بالعنوان إذا في كليك بيت أو إذا المقال كله على بعضه سطرين أو ثلاثة، لكن كمان انتبه للأسلوب الصحافي المكتوب فيه هيدا المقال. إذا بيهجم شخص أو جهة معينة بيكون معظم الوقت الخبر مضخم أو مدسوس. بنفس الوقت انتبه إذا كان المقال كتير وردي وعم بيجرب يعطي صورة إيجابية أو غير دقيقة عن الموضوع. نقطة تانية لازم نتطرق لها هي في مواقع ساخرة مثل الحدود أو The Onion هدفها كوميدي، بس بأغلب الأوقات بيتم استخدام ونشر صورهم اللي بتتركب على إنها أخبار صحيحة. لازم تقرأ كمان الأخبار بشكل يومي، كن مطلع يومياً لتعرف تسلسل الأحداث وتواريخها، وشغل لي مخك شوي. صون حالك بالمعلومات الأساسية، مثلاً قرأ واسأل عن دستور بلدك، وبالعادة بتلاقيه على موقع رئاسة الجمهورية لبلدك. يمكن تلاقي الموضوع بده شغل ومتعب، بس أحسن ما تصير مثل الراعي الكذاب وما حدا يساعدك.